فيديو جديد عند ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده كده عند ام عبد الله، عندها تشكيله فساتين سواريه لاي فستان ب 500 جنيه. حلو قوي الفوشيا، شايفين الفوشيا ده؟ فوشيا، ودي الموف، حلو قوي الموف ده، الرسمه بتاعته الشكل بتاعه مش باين قوي اهو، انا هقرب لكم. والبصلي حلو قوي البصلي ده، اهو الفستان ب 500 جنيه، ما شاء الله تحفه، شايفين الشكل؟ انا هجيبه لكم الاول للاخر، ما شاء الله، شايفين الالوانات حلوه قوي الحاجات دي كلها اهي. ده كله فين؟ عند ام عبد الله، ما شاء الله، عند جاب الشغل حلوه قوي النهارده. ده تل ابيض بكام؟ التل الابيض يا عبد الله الرفيع ب10 والعريض ب20 جنيه. ده كود، الحتة الكود بكام؟ بجنيه؟ بجنيه ونص، حتة بجنيه ونص. ده كود اهو، في منه الاسود وفي منه الوان تانية كتير، والله ما اعرف، اسأليها. مش حلوة قوي يا بنات، جبل اسود كتير، شايفين الجماعة؟ عامل كام يا عبد الله؟ التل الناشف ده بكام يا عبد الله؟ شايفين الحاجات دي؟ فستان قصير اهو، ما شاء الله، جايبه شويه شغل حلوه النهارده. معاك 5 كبات دي بكام يا عبد الله؟ ما هو الكبات من هنا بكام؟ الكبات دي اي كب ب20 جنيه، شايفين ده كب اهو في جميع الالوانات كلها. ما عندكش كل اللي هو ده؟ ده كب اهي، كل الكب اللي انتوا شايفينه ده اي كب ب20 جنيه، يبقى حلو قوي في الفساتين السواريه، كب جاهز اهو. طب شوف كده الابيض، ما شاء الله، شايفين الكبات دي كلها اهي، في منها ابيض. دي كلها قبات، حلوة اوي القبة ده، اي قب ب20 جنيه، ما شاء الله، شايفين الحاجات دي كلها فين؟ عند ام عبد الله. بكم عبد الله المتر من ده بكام؟ 60؟ 50؟ حلو اوي ده، متر ب50 جنيه. حلو قوي الشغل ده، ده ب50 جنيه، متر ب50. هعمل ايه بالصدر؟ مش هيجي عليا. الكب ده بكام يا عبد الله؟ ده بكام؟ 50. الكب ده ب50 جنيه. مفيش كب عندك صدور ثانيه مشغوله؟ كل اللي هناك مش مشغوله. الكب ده ب50 جنيه. ده قماش حلوة، ده بكام يا عبد الله؟ ده بكام؟ ده الفستان ديل على بعضه ب150. ده دي الفستان، دي الفستان حلو قوي ده، دي الفستان حلو، ده كله على بعضه ب150 جنيه. بكام ده يا عبد الله؟ تقول لي الناشف ده بكام؟ ب10 ولا ب5؟ ده ب10؟ ده ب10 جنيه، متر من ده ب10. خدي خدي يا مدام، راحت فين؟ أورجانزا ده بكام؟ متر ب10. حلوة أوي الحاجات دي، ما شاء الله، جايبة حاجات شغل النهاردة حلو. مفيش ترجيع، عشان بيجوا يرجع برجع. رجعي من دلوقتي مال البتاع اللي في ايدك ده كده، ده بكام؟ متر ب5. متر ب5 قالوا لي ده بمتر، المتر ب5. والفش ده بكام؟ المتر ب2 ب15. الاثنين ب15، ده عريض شويه صح؟ عندك منه الوانات تانية؟ عندك الوانات تانية؟ امال فرنشا التركواز دي كل اي متر ب10 جنيه؟ اي متر ب10 جنيه؟
الفرنشة دي اي متر ب10 جنيه. دي ب30. دي ب30. الفرنشة ديت المتر ب10 جنيه. شايفين الفرنشة دي الوانتها كتير حلوة جميلة بتاعت الدفاية بتاعت احنا كنا بناخدها الثلاثة. شايفين كده الفرنشة دي اي متر ب10 جنيه. كان عندها جميع الالوانات، كان عندها اربع الوانات او خمسة، اللون التركواز والبصلي والسمني، وكان في اللون الاصفر، كان في عندها كذا لون زي ما انتم شايفين. المتر بتاعها كان المتر بتاعها ب10 جنيه. بتعمل منها مفارش، تعملي منها دفايات، سجاد، كفر، الطرف بتاعها بيبقى حلو. وزيها الاصفر ده هو ده، انا فاتحه واحد بس منه. فين وريني كده؟ وفي ده ب35 جنيه. ده ايه ده؟ شوفون المتر ب35. اه حلوه ما شاء الله، عندك حاجات حلوه النهارده. انا مش عارفه اتكلم، صوتي حاجات سخنه. هاتي برضه بردوش. بكام الكود ده؟ ده مش كود، ده الياء. الياء 2 بـ5. الاتنين بخمسة. دي الياء 2 بـ5. ودي اتنين، دي بيعتبر اتنين كمين. كمين؟ اه ب2 جنيه. ب2 جنيه؟ اه ما شاء الله. بكام شريط الستاير ده؟ شريط الستاير ده بكام؟ والله جايبها. شفت الستار ده بكام؟ انتوا شايفين الاشكال كده موجوده عندها، عندها اشكال كتير صراحه. كانت جايبه تشكيله حلوه النهارده، كان عندها برده الكلف والجبرات، كان عندها قماش سواريه، كان عندها فساتين، عندها كل حاجه بصراحه. اعذروني معلش عشان انا واخده برد فصوتي مش قادره ايه اتكلم. شايفين دي حتت بقى سواريه بتقدرها زي ما هي بقى ايه، طول مثلا 10 15 20. ممكن تعملي بقى صدر، تعملي بقى كمام، تعملها يعني تشغلي دماغك. ممكن تعملي بقى حاجات كتير، ان انت مثلا ممكن بقى تعملها زي مفارش نيش، ممكن تعملي بقى زي بقى فوزه، تعملي بقى علبه مناديل، يعني تدخليها في اي حاجه لانها فيها حتت كبيره وحتت صغيره. ممكن تقول لك ب10 ب15 ب5 زي ما تطلع. انتوا شايفين دي حتت سواريه، حتت صغيره وحتت كبيره، هنشوفها مع بعض كده. بتبدا معاها من 5 جنيه لحد بقى تقدر الحته حسب زي ما بتقول. لو كبيره ممكن مثلا 20 25 30، يعني معاكي من اول 5 جنيه وانت طالعة حسب مقاس الحته. بس بصراحه فيها اشكال حلوه كتير زي ما انتم شايفين كده. يعني في حته ب5، في حته ب10، في حته ب20، يعني حسب المقاس بتاع الحته. شايفين الحتت دي؟ دي حتت سواري ما شاء الله جميله اهي، دي كلها حتت سواريه. ما عنديش عليها، ما عنديش افرق والله. مين قال لي كده؟ ايوه عندي. حلوه قوي الشغل ده، كلها حلوه بصراحه. وفيها حتت كبيره ممكن تنفع فساتين صغيره، صدر تعملي صدر ورا وقدام والكمام، وتجيبي بقى الجزء اللي تحت التولي. انتوا شايفين كده احنا بنقلب مع بعض، في حتت كبيره وحتت صغيره، في حتت صغيره قوي، في حتت حلوه. يعني في حتت صغيره كده ممكن تعمليها مفارش نيش توصيها، او تتحط على التسريحه تحطها على الطرف هنا والطرف هنا، يعني تشكلها زي ما انت عاوزه. تعمل لها مثلا مربعه، مستطيله، ممكن تعملها على الركنه، الانتريه، على الجزامه، على ترابيزه الانتريه، على ترابيزه السفره، في النص كده، يعني تشكلها زي ما انت. ممكن تعملي بها علبه المناديل، مناديل عندك سواء كانت خشب او بلاستيك، ممكن تزينها بمسدس الشمع كده، ممكن تلزقها بيها وتعملي يعني لها كذا اختراع. يعني ممكن تعملي تشكل بها، في ناس بتاخدها بتعملها عرايس، اللي هي عرايس مولد النبي، بتاخدها وتشكلها بقى، بتجيب العروسه اللي هي الملكان وبتفصل عليها. وفي ناس بتبقى العروسه والعريس اللي هي الرسومات، اللي هي الحاجات اللي بيعملوها بيحطوها على السراير وكده، يعني فيها لها كذا كذا استخدام. شايفين الحته الشغل بتاعها؟ الشغل بتاعها تحفه ما شاء الله. شايفين الحته ديت حلو، تيجي صدر، يعني صدر قدام اهو، شايفينها عامله ازاي؟ تحفه. بتاعنا مع بعض كده زي ما انتم شايفين، نشوف بقيه الاشكال اهو. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هصور لكم عندها تاني، يعني هي كل اسبوع بتنزل شغل، يعني هي كل اسبوع. بقيه الاشكال مع بعض كده زي ما انتم شايفين، بصراحه عندها تشكيله حلوه، اللي هي الحتت الصغيره ديت. يعني انت ما بتاخدي القماش بتفكري له، يعني يعني بتختاري يعني ايه، يعني تختاري له اي حاجه. شايفين الشغل عامل ازاي؟ يبقى حلو قوي في مفارش النيش، ولو عملتي بيه عنب مناديل تبقى تحفه، جميل قوي. شايفين الاشكال كلها اهيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم.
الحتت اللي انتوا شايفينها ديت في حته بخمسة، حته بعشرة، حته بعشرين، حته بخمسة وعشرين، ويتعمل في عمليه فساتين اطفال. لو انت بقى حبيتي تعمليه بقى على الفازه او تعمليه على علبه المناديل، ده كله بمسدس الشمع يتلزم معاك على طول، وبيبقى حلو شكلها حلو. وممكن بقى تغيري في الديكور بتاع شقتك، حابه تعملي بقى مفارش صغيره تحط على الكنبه، كرسي الانتريه. الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.